السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. السلام الله عليكم أجمعين. الله يعافينا ويعافيكم ويشفينا ويشفيكم، وربي يرحمنا ويرحمكم. خوتنا الجزائريين، الشعب العظيم، سلام الله عليكم. قال لك الحكومة دارت باش تجمع أموال تبرعات. أنا الفيديوهات اللي سبقوا على ما اظن تاع السمانه اللي فات، قبل الفيديوين على ما زوج فيديوهات، قبل زوج فيديوهات، قلت اللي حاب يتبرع وجهت نداء للاعبين تاع الكره والمغنيين والمغنيات وما على باليش الرقاصين والرقاصات والناس. بون كاين فيهم شرفاء، كاين الناس اللي يحبوا البلاد، كاين الناس اللي يحبوا الشعب الجزائري، كاين الناس اللي يخافوا على البلاد، وخاصه الناس لاعبين الكره اللي يحبوا يتبرعوا. قلت يا ناس ما تبرعوش الحكومه، تبرعوا للشعب، وهذا مثبت يعني قبل في الفيديو اللي سبق. اذا تتبرع للدوله، للحكومه، الصندوق هذا اللي داروه، فاعلم انك انت تساعد في قتل الشعب، تساعد في تدمير الشعب، تساعد في استعباد الشعب، تساعد في ظلم الشعب، تساعد ان شعبك يقعد تحت الاستعمار. لان هذا النظام الفاسد لو كان هو يريد يحل هذا المشكل كان يحلها بابسط الامور. تبون كان وعد، وقولوا الوعد الحر دين عليه، لكن اللي مش حر يوعدوا باش يبلعطوا الناس، يكذبوا على الناس، تافهين وسافهين سفهاء. قال لك انا نعلم المكان تاع الاموال المنهوبه، انا عارف الدراهم المنهوبين وين وقادر نجيبهم. هذا في الخطاب تاعو، الديسكور اللي داروا. قالوا له وين؟ قال لهم لا ما نقولكمش حتى نولي رئيس، كن ولي رئيس نجيبهم. ها نصبوه رئيس، نصبوه رئيس وبالقوة. المقبور خائن الأركان عميل، والديغول عينه رئيس وراح جهنم وبئس المصير. ها راك في منصب الرئاسة بالقوة، بالقوة راك في منصب الرئاسة، وين هي الاموال المنهوبه؟ هذيك قادره تخرج الجزائر مش فقط من مشكل كورونا، تخرجها من مشكل كورونا ومن مشكل الجوع ومن مشكل الفقر ومن مشكل الفساد ومن مشكل الدمار ومن مشكل الضعف ومن مشكل. يعني اذا كانت فقط اسبانيا فيها 13 مليار عقارات، 13 مليار دولار، على ما اظن لو ترجع نصفها تحل مشكل كورونا وغير كورونا. يعني لو ترجعوا 10% من الأموال المنهوبة قادرين تحلوا المشكل تاع كورونا في أبسط الأمور. يعني تفكوا هذا الذائقة المالية، يعني الشاب يقعد في داره عام وياكل ويشرب وما يخرج، والمستشفيات تكون طوب، يعني في أحسن حالة، والخدمات تكون في أحسن حالة، وعام الجزائريين يقعدوا عام في الدار ما كاين حتى مشكل. لكن بما انكم سفهاء وتافهين نهبتوا ومازلتوا تحبوا تزيدوا تنهبوا. هذه الجزائريين خاوتي هي خدعه، خدعه. علاش؟ هم شافوا ان عام كامل والحراك يمشي، دعم ذاتي من عند الشعب هو اللي دعم. قال لك الشعب هذا عنده اموال قادر يدعم الحراك عام كامل، الناس تدير ترونسبور تروح وتجي، الناس تاكل، كي يروحوا ما تطيحش بهم منها. قال لك هادو عندهم اموال، واش هو ناخذ كورونا كسبب ونشفطوا هاد الاموال من الشعب، استنزاف قوه. يقول لك كيف فقروا الشعب؟ يفقر ما بعد حتى الحراك ما يقدرش يخرج. علاش؟ ما كانش ماكله، ما كان ما هي خلاص، يعني دمر نهائيا، يولي حتى الماكله وما كاينش. فهو استنزاف قوه، قضية ما عندهمش أموال. هما عندهم أموال بلا ما نهضروا العيال في الخارج، هما غير الجنرالات، الجنرالات بوحدهم لو يخرجوا الأموال اللي مخزنة عندهم في الديار، في الديار الأموال اللي مخزنة عندهم في الديار، الوزراء السابقين والوزراء اللي كانوا في الوزراء واللي خدمين كانوا حاكمين هذا البوفوار الفاسد، ها راهم ها يعتبروا تقريبا ممكن 100,000 شخص، 100,000 بنادم مع الجنرالات والفاسدين اللي معاهم 100,000. لو يخرجوا الاموال اللي في ديارهم
في ديارهم. الجزائر تصبح من أغنى الدول، مش محتاج تروح تدير صندوق تضامن وصندوق صندوق تضامن. لما انت تضامن ضامنه معك انت مع 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 تبون، عام كامل انت ما ضامنش مع الشعب، تخرج لهم غير في رمضان وضربتهم بالقاص كليموجين. رمضان ناس صايمين، ناس صايمين وضربتهم بالكليموجين كيك من بالعصي تضربوا فيهم دمهم ساح. دروك تحوس يدعموك، كيفاش يدعموك؟ باش تزيد تستعبدهم اكثر، يعني باش تزيد تستعبدهم اكثر باموالنا بدراهمنا. تقتلونا بدراهمنا، ضغطوا علينا في العالم كامل، وكلتوا اوروبا وكلتوا امريكا وكلتوا الصين وكلتوا هذيك باش ما يهضروش على الحراك الجزائري. شريتوا الذمم باموال الجزائريين، باموالنا استعبدتونا. دروك تحب تزيد تدي دراهم من عند الجزائريين باش تستعبدهم اكثر. ما كفاكمش الاستعباد اللي استعبدتونا، تما من لحيتو بخرلو، من لحيتو بخرلو، تما باموال الشعب تستعبدوا الشعب. بصح شو زيد ادي اموال الشعب باش تفقروا الشعب، زيد تستعبدوا اكثر. فاقوا، تعرف شنو فاقوا؟ فاقوا بابا ربي يرحمه كان يقول لك فاقوا في جبل زراقو. الحق الشعب الجزائري اللي في الخارج، بوم اللي في الخارج الناس حابه تبرع. كاين اللي راهم ياخذوا تبرعات، كاين معروفين يعني، مش محتاج باش هما يوصلوا للشعب بطريقتهم الخاصه. نرجعوا كيما المجاهدين بكري، المجاهدين اجدادنا خلاو امانه وحنا نكملوها بربي ان شاء الله. الاموال هذه تدخل على طريق تونس، على طريق ليبيا، على طريق المغرب، على البحر. الناس راها تجيب البوطي لهنا تحرق وتروح، تحرق توصل لاسبانيا وتوصل فرنسا بالبوطي. قادرين بالبوطي ينزلوهم، لموهم في بلاصه وبالبوطي ينزلوهم تما. كيدوم تما خلاص يفرقوهم على الشعب. الناس اللي قايمه على الشعب صح، جمعيات خيريه اللي معروفه تاع الشعب، مش على البانديه اللي يسفوا برك ينهبوا منو من ينهبوا اموال الشعب في الارض في الشوارع، ينهبوا اموال الشعب وزادوا ينهبوا من خزينه الشعب. على لان اي جمعيه تاخذ اموال من خزينه الشعب، ما كفاتهمش هذيك يزيدوا ينهبوا الشعب. كاين جمعيات قامت بال كما يقولوا احنا قوه ذاتيه من الشعب نفسه، هو اللي مدعمها، الشعب هو نفسه اللي قايم عليها. كما خالتنا في تيزي وزو المساجد هما اللي قايمين عليها، مش محتاجين من الدوله تعطيهم، لا هما يبنوا، هما يديروا الاداره، هما يصبغوا، هما يبنتروا، هما ينظفوا، هما يعدلوا. بون هكذاك لازم تكون تبرعات تجمع الشعب اللي يجمعها، الشعب اللي يجمع. كملنا تاع ارواح عاونونا. 60 سنه ما وقفتوش مع الشعب، 60 سنه وانتم تقتلوا في الشعب، 60 سنه وانتم تدمروا وتظلموا في الشعب، 60 سنه وانتم تحقروا في الشعب. وبالك ارواحوا لينا خاوتي الجزائريين، خلوهم يتخبطوا. قالها عبد الله غيث في فيلم تاع الرساله، كي دار في فيلم مثل فيه دور حمزه عم النبي، قالها الهند، قالها الافات والزمن سيقضي عليكم يا انتم، درك نقولها لكم ليكم انتم. قلت الاموال، ما عندكمش الاموال يا حكومه، خلاص الاموال راحت. وقلت الخبره والجهل اللي راكم فيه، الطغيان اللي راكم فيه، الفقر والطغيان سيقضي عليكم يا مخلفات بني صهيون. الفقر والتخلف والجهل والاستبداد اللي راكم فيه سينهيكم يا حكام العار، يا حكام المكيات. سبحان الله، والله والله ما شفتش دولة في العالم حكومتها تكره شعبها مثل هذا الخمش اللي راه عندنا يكره الشعب الجزائري. شوهتونا السمعة تاعنا في العالم كامل كشعب، شوهتونا السمعة تاعنا. الشعوب الكل ولات تكرهنا، الشعوب الكل ولات تكرهنا وتخاف منا، يا اما خوف يا اما كره. ولينا نثبتوا للناس اننا العكس، سبحان الله. وهذه مش محتاج يقولوها للناس، انا عايشها. تقول له جزائري يحل عيوف، يقول لك هذا قتال، مجرم، سراق، فاسد. شوهتونا، شردتونا في كل حدب وصوب، في كل حدب وصوب شردتوا الجزائريين. الجزائريين ولاو يحرقوا الطوغو، الكونغو، النيجر، جنوب افريقيا،
يعني الدول الفقرة يروح لها الجزائر ويقعد فيها، للهند المهم ما يقعدش في الجزائر. كره كره منكم، كره منكم. يعني شوف كيفاش يقولوا لكم الناس باللي كرهوا الناس منكم، خرجوا علينا روحوا والو. انا يعني قلت لكم فيديوهات سابقين هذه الحكومه قاعده كل الراجل هذاك التافه، مش راجل وبليتر، مش راجل يظلم المراه ويتعدى عليها ويسبها ويضربها ويحقرها ويهملها وما على باليش، ونهار تروح عند والديها يروح يتمرغلها قدام الباب في الارض، يتكعبر في الارض، ارجعي ارجعي، حتى يخرجوا خاوته يكسروا له فمه ويحاوزوه باش يروح لصحابه باش يقول لهم اه يقول لهم طلقتها صاي، هو تكسر فمه، تكسر من الجهتين، بصح صحانيه الوجه، يبقى يجري مورا لاصق فيها، ما على باليش سماطه هكا سماطه لاصق سماطه كي الزبله، حاشاكم كي الزبله تاع البقرات، لاصق هكا هكا لاصق. هذه هي حكومه العرب. الشعب يقول لهم خرجوا علينا وما لا هكا لاصقين. بو بليتار الوزاره ما يعيطوا لهم بالتليفون كيما قلت لكم اخاوتي هذوك الوزاره، وما اصلا ماهمش وزاره، سفهاء وتوثين سفهاء، اقسم بالله سفهاء. شوف هضرتهم يعني كي يقول لك الجواب يقرا من عنوانه الكتاب، تشوف العنوان تاع الكتاب تقدر تعرف يعني وشنو هو المحتوى. ماناش حمير وبليتار يعني كي تقرا تقرا الكتاب تعرف وش الفكره على واش راها مركبه. يعني لا لا اله الا الله محمد رسول الله. توما شفنا عنوانكم ومحتواكم 60 سنه اي شيء يكذب وينوفق، يكذب وينوفق. ما سبحان الله كانوا ثم يعني هم الاخوه الجزائريين دركا ما شاء الله في الخارج ولا في الداخل، صوروا وبارطاجي، صوروا وبارطاجي فيديوهات ولا ولا تصاور. حثاله من الحثالات كانوا في الجزائر، كانوا ارباب ارباب، اقسم بالله كانوا ارباب، كيمشيو بالطوموبيلات تتسكر الطرق، تتسكر الطرق بالتليفون، يدخل عباد الحبس ويظلم ناس ونهب اموال الدوله. صوروهم سواء في فرنسا سواء في انجلترا قاعدين في الزنقه، والله العظيم تحسبه كلوشر قاعد ويتفرج مع الكور كيفاش يفوتوا. سفيه ثم عنده حتى قيمه، دوبل زيرو، والله ما عندهم قيمه. يتمنى قوري يسلم عليه باش يقول له مليح، هذاك هو اللي يحبوا يلحسوا ثم ثم يوليو كلوشارة، لانه ما عنده ثم ما عندوش قيمه، ما عندوش قيمه اصلا، ما عندوش قيمه. كانوا في الجزائر حسب ارواحهم ارباب، تفتح لهم الابواب يحلوا لهم البيبان والناس مخلوعين، ودارك الشرطه يجروا يسبقوا يضربوا في الشعب باش يحلوا الطريق. مرخص مرخص، رخصتونا يا الشرطه والله غير رخصتونا، رخصتونا وذليتونا بكم انتم نضلينا. ها نرسل لكم التصاور تاعهم، ومنهم سعداني سعيداني في لندن مصورين وقاعد داير هكا رجليه هكا وقاعد، تحسبه كلوشار كلوشار، قسما بالله تحسبه كلوشار، لانه ما عندوش قيمه اصلا ثم ما عندوش قيمه. الانجليزيين ما مش راح يقيموه، ما يقيموهش اصلا، يشوفوه هو ما ديجا كيشوفك يقول لك تفوه خامج معفن. هو نهب اموال الشعب ومطلعهم للانجليز ومطلعهم لفرنسا، يعمر لهم من ثم، كي يعمر لهم من ثم هما يرخصوه، يحبوا يرخصوا هذوك العباد، مرخص يحبوا يرخصوا كما تبون يرخص، كون ترخصوه يولي يبوس لكم في الصباط، يعبدوا القوة. سواء جنرالات سواء يعبدوا القوة، يعبدوا القوة، كل ما يشوفوا الشعب فيه قوة كل ما يرخصوا أكثر. فاخوتي الجزائريين ما تبرعوش الحكومه، اللي تبرع الحكومه يعرف نفسه باللي راه فعلا قاعد يساعد في قتل الشعب، ويساعد في ظلم الشعب، ويساعد في اعتقال الشعب، ويساعد ويمول للحكومه ضد الشعب. فانت خاين يعني اذا درت هذه الحاجه كيماك، فانت خاين اذا درتها وانت ماكش عارف. لا على غالب كاين بزاف بصبع الازرق راه يجري، امر ما هم في تركيا رامينهم ألف، اكثر من ألف بنادم جزائريين، معظمهم بصبع الازرق، كاينين اللي بصبع الازرق نورمال في وسطهم، وكيروحوا الجزائر واللي يبوسوا في رجلين تبون يروحوا يتملحسوا يحاولوا فيه. مع عبد الله حاسين نوجدوكم باذن الله. هذه هي التجربه المريره اللي مرينا عليها 60 سنه. بون خاوتي المغتربين، بارك الله فيهم، كان اللي يديروا فيديوهات وطيحوا لكم الهضره نستعرف بهم، كان حتى اللي حاشا اللي يتفرجوا فيا دار لكم كيما هاك، وكان اللي قالت لكم واحد الحره قالت لكم نحو
الشهريات تاع الوزاره وتاع المير وتاع الولات وتاع الجنرالات وتاع هذوك، دروك تحلوا المشكل تاع كورونا. كنتوا تبرعوا بهم شهر واحد برك، شهر واحد برك دروك تحلوا المشكل تاع كورونا في البلاد، والكمامات اللي طبه ما عندهمش وليقونات حتى ناس تخدموا الكمامات باش يفرقوهم، راح تتعدوا عليهم. وش بحكاية هذه؟ لازم تتبرع غير للدولة، على احنا عندنا دولة باش تتبرعوا لها؟ مازلتوا برك فارضين نفسكم وحاسبين ارواحكم باللي راكم الدولة؟ الشعب كامل بزقكم بزيق يعني يتفيكم وقودوا ديكاج، الله ينعل والديكم طحاحنا بني طحاحنا، المرخص ولاد المرخص، حثالة البشرية انجاس القوم. هو يقول لكم قودوا، انتم تقولوا له احنا الدولة، ولكن ما كمش دولتنا، فهموها يعني كيفاش نفهموها لكم؟ كيفاش بأي لغة تفهموها؟ إلا بالعربية هضرناها، بالفرنسية يقول لك فوزات با ان غوفرنمون دو لالجيري اون اكسبت با، نو سوم لي الجيروا اي لو بيبل الجيريان، اون اكسبت با تبون كوم ان بريزيدون اي اون اكسبت با لي جينيرو كوم دي ديسيدور، on n'accepte pas le gouvernement qui dirige notre pays. هاني هضرت لكم بالفرنسي هاي معني من ها يعني باي لغه؟ ما انا نعرف حتى واحد اسرائيلي سونو، قلت له علمها لي بالاسرائيليه ونقولها لكم، بس هذيك هي لغتكم اللي تفهموها، عارف لغتكم، لغتكم لغه القروده يعني، مش برحمة ربي تخطونا حتى نعصروك مع عصير. ها جايكم الطوفان، اقسم بالله غير جاي نقول لكم حاجة ورا هاد العفسة تاع كورونا. شوفوا الجزائريين تاع الصح، شوفوا الشباب تاع الصح، وتشوفوا الشعب تاع الصح وتحسوا به. يا بوليسية المرخص اللي تضربوا في الشعب، وخاصة في البليدة، الناس مساكين خارجين مجوع ما كاينش الماكلة وتتسب فيه، خلاك ربي تروح تسبه طحان بطحان، مرخص ولد مرخص. خرج واحد للمراخص يقول لك لا بليده ما فيها والو، وعندنا اصحابنا تم تليفوني معاهم وراهم يقولوا لنا لاباس، والناس تاكل وتشرب ولاباس بهم. وين عندك صحابك حتى في البليده هذا يا ام بليديه؟ داروك فيديوهات قالوا لك رانا ربنا ولك الكريم، والو حجر صحي، وصرك يسكروا الطرق وسكروا كلش ما عدا حاجه واحده ما سكروهاش، حاجه واحده الخمارات، الشيفون، حكومة العار، يا البندية السرارخة، الطحاحنة ولاد الطحاحنة، سكرتوا المساجد، المسلمين قالوا لكم اوكي قابلين، بسك مرضوا بلاء من الله الأئمة قالوا صح، بصح الخمارات هذوك علاش ما تسكرهمش؟ علاش ما تبعثوا لهمش الشرطة؟ ما تقدروش تبعثوا لهم الشرطة، أنا نقول لكم علاش ما تقدروش تبعثوا لهم الشرطة؟ لأن الليل داخل ثم سيادكم ومعرف سيادكم، معرف تاع سيادكم، كل ما تروح ثم يهز التليفون يقول لك أنا نعرف فلان وفلان، يبول عليك ويتف عليك وترخص، فهم خليه. هذوك ما يزرعوش كورونا، تبرنات اللي راهم مازالوا محلولين وتاع السهرات والناس اللي داخل خمارة وخماج ودعارة، ما تقيسهمش كورونا، هذوك مستبعدين كورونا، ما تروحش لعندهم. كورونا تقيس غير المسلمين، ما تقيسش هذوك القرودة، ما تقيسهمش والو. كورونا تجي تشوف تبرنا تقول لك انا ما ربي ما سلطنيش على تبرنا، ما ندخلهاش. وهذوك الناس لو كان تقيسهم كورونا كي يروحوا يخرجوا برا ما يقيسوش الناس، والله كورونا غير على الضعاف اللي ما عندهمش واش ياكلوا في الديار، تحشرهم تسكروا عليهم البيبان، إبادة جماعية مش بكورونا بالجوع. دخلتوا كورونا باش تدمروا الحراك، عشيتوا مدمرين الشعب على تحمي رينيت نتاعكم بغولة، ثم حبيتوا تخوفوا الشعب زعما كون كوب باش يقعد في الديار، تكسروا الحراك بكورونا، انتشرت كورونا دمرتوا الشعب. هذه والله الشعب والله ما يسمح لكم فيها، قسما بالله ما يسامحكم فيها، قسما بالله ما يسامحكم فيها هذا الشعب، فهموها مليح يا حكومة العار، راه جاي الوقت تولي غربلة، اللي مع النظام كعيت نح ان شاء الله حتى يكون خويا الله يلعنه، الى عاد خويا الله يلعنه من عندي انا نعفسه برجلي، بس ما بقاتش هذه والله لو يكون خويا غير نعفسه برجلي، شعل جرب 400 بنادم تموت 40 مليون، الله يلعنكم لعن.
اسخطكم سخط. بادي حاجه اخوتي، كاين ناس بزاف قال لك ما هاك ما قريتليش التعليق تاعي. والله والله العظيم شوف، نحاول على كل قدر المستطاع اني نقرا التعليقات، لكن الفيديوهات بزاف والناس مازال تتعلق حتى على الفيديوهات القدم، وهذا حاجه تفرحني درك. يعني نحاول على قدر المستطاع اني نقرا كلش، نقرا كلش. وكان حتى ناس قال لك ما ريبونديتش عليا، ما نقدرش ريبوندي على كاع الناس اللي يكتبوا، ما نقدرش ريبوندي عليهم كامل. يعني انا بوحدي، ما عندي لا اداره لا مدير اعمال، وانا بوحدي. الناس كاين ناس راهم عندهم الناس تخدم معاهم تعاون، انا يعني بوحدي برك. ما تتوقعش راح نقدر انا على بنادم انسان، ننسى حاجه وتفوت حاجه، واللي نسينا حاجه سامحنا، واللي ما ريبوندنيش عليه سامحنا يعذرنا، نرجو انه يلقى لنا عذر كما احنا نلقاو عذر. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك جد لاخيك عذرا وان لم تجد له عذرا فاجد له 70 عذرا، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حاول تعذرني وانني اعذر كل الناس، ونطلب السماح من اي انسان غلط في حقه او تعديت عليه بدون قصد، لان انا عمري ما تعدى على انسان بالقصد. الله يبارك فيكم والله يسلمكم خاوتي وحبابنا وخاوتنا الجزائريين اللي في الخارج، سواء مغنيين سواء رياضيين سواء عاديين. اورو تمده للحكومه والله يخاف، يعني شوف تحاسب عليهم القيامه، لانك بهذاك الاورو تستعبد الناس، تستعبد في الشعب الجزائري، تزيد تعطيهم قوه، لان هذا الكورونا، المشكله تاع كورونا عراهم تعريه انهم فعلا عاجزين، عاجزين حتى على ابسط الامور، ابسط الامور عاجزين عليها. قنوات العار تاعهم يكذبوا 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 يكذبوا، بصح مادام السفيه تاعهم الكبير قاعد يكذب، السفيه الكبير ديناصور، ديناصور بلا ما نزيد نقول لكم عليه، تفهون قبحه الله ربي يدمره ان شاء الله، قاعد يكذب. ومش مرة مش زوج مش ثلاثة، يعني روح تبع الخطابات تاعو وتبع الحقائق، درك تلقاه قاعد يكذب ويخرط، يخرط ويفستي ويقلي ويديروا كلش، كلهم كذابين وفلسفين، لعنة الله عليكم، ألا لعنة الله على الكاذبين. إذا رئيسهم يكذب فالصحفيين وشنو خمواج ومعفنين، لكن معظمهم تفضحوا، معظمهم تاع دعارة وتاع زينة وتاع خمواجات وتاع فن وتاع قوم لوط، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحب الجزائريين تحكموا فيهم ناس، يحكموا فيهم ناس معفنين، وين راكم رايحين بيا؟ الشعب الجزائري حر الله ما تحكموا، هذه المرة قسما بالله ما تحكموا، يا والله طيح الروح، قسما بالله وطيح الروح، ما راح تحكموا فينا هذه المرة. الشعب الجزائري شوفوا درك الآن انتوما ربي عطاكم فرصة، والله والله أنا قلتها لكم من قبل، اللي يوطي مرة مستحيل باش يعاود يرفع راسه. والله اعلم اذا تجيه فرصه باش يرفع راسه ولا لا، ما نظنش، لان اللي يوطي مره يطبس مره يبقى مطبس، صعيب باش يزيد يرفع راسه، وصعيب ممكن ما تجيش فرصه اصلا باش يزيد يرفع راسه. هذه ربي عطاها لكم، ليكم انتوما امتحان واعطاها لكم فرصه، تتوحدوا تحبوا بعضاكم، تالفوا بين بعضاكم، تتحدوا بين بعضاكم، كل المدن الشباب بينهم بين بعضها، تديروا شبكه، شبكه علاقات كامله، اي حاجه تصرى في الشرق الغرب يتحرك، كي تصرى في الجنوب الشمال يتحرك، كي تصرى في الشمال والله في الجنوب كل شيء يتحرك مع بعضه، الجسد واحد. لازم توصلوا لهذا كيفاش ديروا هذا، برو روسكم نتوما تعرفوا، انا ما نعرفش خير منكم. الاحرار بينهم بين بعض ينسقوا وينسقوا 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 حتى توصلوا لهذيك نهار تنوض الجزائر دفعه واحده، نفضوهم نفضه واحده، والله باقل الخسائر تنفضهم تنفيضه واحده، ويتحاسبوا يتحاسبوا عليها ويتعاقبوا يتعاقبوا عليها، وخاصه انكم دخلتوا كورونا للبلاد يا ولاد الكلاب، والله انتم اللي دخلتوه، والله انتم اللي دخلتوه، سفهاء ومجرمين، سفهاء ومجرمين. حاسبين الجزائر هي مصر، حبيت تولوا السيسي في الجزائر؟ الجزائريين لا، مع احترامي لخوتنا المصريين، مع احترامي للمصريين وكل الشعوب، لكن الجزائريين دم واحد اخر، دم اخر حار. الله يبارك فيكم خوتنا الجزائريين، وربي يحفظكم، وربي اللهم اني استودعك الجزائر واهلها، واستودعك الدول العربيه واهلها، والمسلمين واهلهم يا رب العالمين، والدول الاسلاميه واهلها، اللهم انا نستودعك اهلنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا فيما غفرت، وارضى عنا فيما رضيت، وارحمنا فيما رحمت. أحبكم في الله، السلام عليكم.